سواء مع كابتن هيثم شعبان او مع كابتن ضياء السيد، كان الفريق في اول الموسم طالع شويه ونازل شويه. ايه هي الظروف اللي منعتكم؟ انت قلت لي في شويه ان الظروف هي اللي كانت سبب مشاكل، اصابات مثلا، غيابات، تغييرات الاجهزه الفنيه كانت ملخبطه، خاصه ان الاثنين مدربين محترمين جدا سواء الكابتن هيثم او الكابتن ضياء. طبعا لا، هي مش مدربين فنيين خالص. هي الموضوع زي ما قلت لحضرتك، اللي انت اللي في البدايه الحمد لله احنا ربنا كرمنا اللي احنا بدينا الموسم بمكسبين، فدي كانت بالنسبه لنا دفعه كويسه جدا. بعد كده مع الوقت بقى ابتدت يعني الضغوطات برضو على اللعيبه، اللي انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، دي ضغوطات. اللي احنا كنا بنلعب في السويس، فطبعا تقريبا كل ماتشاتنا يعتبر بنسافر، انت بتسافر كل ماتش، كل سفريات السويس بتلعب كل 3 ايام. يعني انا فاكر السنه اللي فاتت في 3 ماتشات لعبناهم، احنا لعبنا في السويس، رحنا اسكندريه، جينا من اسكندريه على السويس. في الكلام ده بتتكلم في 7 8 ايام، صح؟ فدي ضغوطات، يعني مش بتكلم هي مش ضغوطات جوه الكوره بس، هي ضغوطات بدنيه طبعا. فدي طبعا حط ضغط على اللعيبه، اللي انت بتلعب كل 3 ايام ماتش مع سفر السويس، وتيجي من السويس تروح ممكن تلعب في اسكندريه، فده بدنيا يعني خد مننا شويه. في وقت تراجعت نتائج سيراميكا شويه وبدات الناس تشك، تقول ايه ده، هو سيراميكا ممكن يهبط، هو سيراميكا ممكن يخسر، هو سيراميكا ممكن ينزل. كنت انت وزمايلك لقيتوا في اي لحظه من اللحظات؟ لا ما لقيناش، يعني ما كناش للدرجه دي خالص للدرجة. يعني لا بالعكس، احنا في الاخر خالص احنا كنا باصين للمربع برضه، صح؟ يعني احنا حتى في الاخر اخر الوقت كنا باصين اللي احنا عاوزين نخش المربع.